يا باتشيتو، عينك مفهوم وحاطط شطك في المجلين الصابي، ما جايينش نغلطو روسنا بالرأي. سيدنا دابا تدمري كل شيء تما كيعرفو من عليا. عيط على رأس الحكومة قالت لي أشنا ودرتي. كاين كار كامل في شايفو في كريس، كاين تا تم لا كاين تا كاين لا إبراهيم. سبت صاحب الموقف مليار ومئتين، وعدنا دابا حفرة حفرة حفرة، ودارينا مليار انا سعد رئيس في المجلس السابق. كانوا جوج لوائح، وحده 7 وحده 11، هي 18 عضو. فاذا بيه جوج لوائح كونوا مكتب بيناتهم. حنا بقينا واحد اقليه ديال 9 اعضاء خارجين على المجلس، ولكن بعد دخلنا صرنا كنسيروا مع المجلس. ما عندنا ما غنديروا، انا اللي ما سيرتش مع المجلس ما غاديش ناخذ المنطقه ديالي، ما غاديش نطلع المنطقه ديالي. فاذا بها اتفاقيه الشراكة ديال 2012، اي شي واحد يقول لك يتملص منها ما يتملص منها، بان كاين بين التعمير والممتلكات. اول مره ارض تابعه التعمير، مصلحه التعمير، وثانيا الممتلكات كتعطي الارض باش الانسان يتملص. ثانيا ساعه رئيس نرجعوا القانون، كاين الدوله فيها الملك فيها سيدنا دابا ديك المريض كل شيء تما كيعرف عليه من عيط. عيط على رئيس الحكومه قال لي اشنا ودرتي. عيطش على 36 وزير. كاين باط في البحر، في رئيس، في خليفه. كاين كار غاليه في الطريق، في شيفو، في كريس. كاين تا تم لا كاين تا كاين لا ابراهيم. الا الجماعه فشلت فشلت تونا ابراهيم، من النواب كيبقاو على برا. من المجلس السابق كان في رئيس كان نائبه، كان كيسيرو. الا نائب غادي يخرج ولا الرئيس غادي يخرج دابا ويجيبوا لي انا فشلت في التسيير. فشلت في التسيير لانه كانت عندنا بين 4 المناير ل 5 المناير اللي كانت كتزيد في التجهيز وما درنا والو وما درنا والو. فاذا بها اتفاقيه شراكه تحطت لنا في 2012 وصوتنا عليها وب 50 درهم. فاذا بي انا دابا راه قدامك ونزيد لك واحد النقطه اخرى تاع الرئيس راه كيعرفوها. سيرهالي عضو في المجلس السابق وكلامه حاضر وعارف اش كيقول. انا كنقول لك شنو باش يعرفوا الاخوان، ونزيد لك ساعه الرئيس في واحد النقطه باش يعرفوا الاخوان الاعضاء السابقين اللي كاينين. نقطه ديال 22 هنا صوت على اتفاقيه الشراكه ديال 50 مليون. فاذا به ما كنعرفو حتى 2015، من 2000 ومن 2013 اما 14 4 سنين اخر عام 2015 فهمت دخلتي انت هذا كنعرفو عندها 350. او حنا تفاجئنا كيفاش 50 مليون 350. وباش يعرفوا الاخوان دابا راه مشات المحكمه وتحكمت لهم مليار و50 مليون. الله اكبر. باش الجماعه تخلص حيت الاتفاقيه كان فيها واحد البنت خلصت بزاف. فاذا بها ساعه رئيس اتفاقيه الشراكه اللي دازت في 2012 والناس اللي كانوا يسيروا ما خدوهاش بعين الاعتبار، وانا دخلت عند السي بالصراوه وقلت له هو السي بالصراوه ضاق الموقف. خرجوا منا طالون ديال الارض وخلوها جردون وخلوها منشاه اتفاقيه مشات. فاذا بها بعد دخلت مع حدا نائب الرئيس اتفاقيه دازت ما تهزش واش يتصرف الوجه في الوجه، ما كنسكتش مدرك، حنا دابا كنقولوا الحقيقة، كنقول لها السي عبد الغني اعتق ولو نخرجوا منها غير الطاروس، مشات العرض وما كانش، ما كانش جواب، كان جواب ما عرف، كاين ناس عندها مصالح تم، الله أعلم، عندها حديد ديالها خدام في روسيتي، الله أعلم، عندها شي حاجة أنا كنت مستشار، مستشار باكينة، فإذا بيا كيما قال الزعيم اللي كانت عرض جاتنا ب 300 درهم في موري عبد الله، ومشينا في البوطوات، ومشينا في 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 الطريطوارات، في الجليس، أنت كان ولاد الغدوات، هيئة ولاد الغدوات، مليار و800 ساعة الرئيس، حطوا فيها مليار و200 ديال البوطوات، واش الخندل، واش الشوك، واش الطير دابا، مليار و200، وعندنا دابا حفرة كنعيشوا في حفرة، أنا كنقول لك في الغدوان كنعيشوا في حفرة. غابة، ماشي غابة، حفرة، حفرة كنعيشوا في حفرة. خليك ما ردي عليك ساعة الرئيس. هاد الشيء انا مزيان بعتها ودير ولاد الخدمات، مزيان بعتها الخدمات باش تفهم، مليار و200 بوطوات، ودخلت عند السي بزار وكاسي بزار، ها العرف، طب ما تخليش المارشي يدوز، ديال البوطوات ديال ستة الملايين، والمارشي كان طالع في هاد البوطوات كلشي غادي يمشيو، داك الشيء الديفيرونس اللي كاين في البوطو غادي يلقوها في البوطو ديال الخدمات، اللي كان طالع على هذا كلشي عرفوا بانه تحيد من الشارع ديال مولي عبده، ودازوا تحولوا مشاتم، ودارينا مليار و200. من تهيئة من تهيئة ديال ولاد الخدمات. دابا التهيئة بهذا المارشي اللي كان يدوز كتكون كاملة، كلشي الناس نشوفوا
الطريق واقف وبالكونترونهم بعد. واليوم ساعة الرئيس حنا ما جايينش كنغلطوا. أنا ما هامنيش ولاد غضبان جايين. حنا غندافعوا على ملعب القرب وغندافعوا على المنشآت اللي كاينين. التعليم الأولي ومدرسة ديال نادي نسوي إلا ما تحدش تم كاين عندنا أرض أخرى. الحمد لله مصيبة. وشكرا لك على الرئيس.